طيب الان انا اليوم حاعرض على برنسبل للانتيجين انتي بودي ريأكشن. خلاص كبر انتيجين انتي بودي ريأكشن عشان بس تعرفوا البرنسبلز حقها. يعني لما نتكلم على الانتيجين ايش معناها، لما نتكلم على الايزا ايش معناها، لما نتكلم على اميون فلوريسنس ايش معناها، بس تفهموا البرنسبلز. فاهم محاضره سهله جدا، هنعرف ان شاء الله. خلاص اجلوتينيشن هنعرف معناها توكسين عن توكسين نترولايزيشن، هنعرف البرنسبلز للإلايزا، هنعرف البرنسبلز للإميون فلوريسنس، هنعرف البرنسبلز كمان للكومبلمنت فيكسيشن. اجلوتينيشن الامور بسيطه، قصدي لا هي مش سهله جدا الامور. ما معنى اجلوتينيشن؟ اجلوتينيشن معناها الاتي، في معنى حاجة بنسميها دايركت اجلوتينيشن، وفي اندايركت اجلوتينيشن او يسموها لاتكس اجلوتينيشن، وفي حاجة بنسميها كمان كلهم دول اجلوتينيشن. كلهم دول اللي اتكلم عليهم وحنتكلم عليهم بالتفصيل واحدة واحدة، ودي الانتي جلوبولين اجلوتينيشن تيست او يسموها كومبتس فلو. استخدامات في الكلينيكال مهمة جدا، حنتناول ان شاء الله بالتفصيل. وفي معنى هين اجلوتينيشن اكيد اخذتهم، وفي معنى هين اجلوتينيشن انهيبيشن. كل دول لحاجه بنسميها الاجلوتينيشن. اذا ما هو الاجلوتينيشن هذا؟ الاجلوتينيشن هذا انه الانتي بوديز يعمل كلامبنج اور اجريجيت وذ سيلز اور بارتيكولر انتيجين. اذا ببساطه ما يمكنش نطلق على حاجه اسمها اجلوتينيشن الا اذا كان واحد سوليبل واحد باركت سواء كان سيل او غيره. ودي نقطة لغاية فهمه وكذا كونسبت الاجلوتينيشن فهمنا. ما يمكنش اني اقول اجلوتينيشن الا اذا واحد سوليبل والثاني باركل. هذا انتي بودي سوليبل وهذا التصق بخلية سيل باركل، فحصل اجلوتينيشن كلامبينج، حصل كلامبينج. الكلامبينج ده نشوفه بالعين المجردة كلامبينج. طبعا في تس حنشوفها كيف نعملها في لما ما يحصلش اجلوتينيشن طبيعي كيف نعمل لها خاصة في الكومبتس هتكلم عليها. طيب الدايركت اجلوتينيشن عاوزين نعرف ايش الديفينيشنز حقه وايش البرنسبلز وايش الابلكيشنز. دايركت اجلوتينيشن زي ما قلنا انه لما يكون في حاجة بارتكلز سواء كان انتيجين ار بي سي دبليو بي سي، وتفاعلت هذه مع انتي بوديز حصل ما نسميه بالكلامبينج. هذا انتيجين بارتكل وهذا انتي بوديز، إذا soluble مع particle فحصل ما نسميه بالagglutination من خلال الclumping. هذه الصورة اللي الأساسية شايفين هنا clumping، هنا ما فيش، واضح إن في clumping aggregation حصل أو تجمعت تجمع الأنتيجين والأنتيبادي فحصل ما نسميه aggregation or clumping. الـ applications حقه في الدايركت simple. فصائل التمرين نعملها إحنا، مش إحنا نجيب slides ونطرح على السلايدز كذا انتي اي وانتي بي وانتي بي وبعدها نشيل نجيب ار بي سي. ار بي سي فطره دم ار بي سي ونحط عليها الانتي اي واحده والانتي بي الثانيه والانتي بي الثالثه. فاللي قدامك الان لو تكررته حصل هنا اجريجيت، حصل هنا اجريجيشن ولا ما حصلش اجريجيشن؟ اجريجيشن. هنا حصل اجريجيشن؟ هنا حصل اجريجيشن. فاذا نسميها ايه؟ هي بوزيتيف برافو. إذا ده بالدايركت اجلوتينيشن. هذه الآن ايش اللي حصل لك أمامكم؟ دي بوزيتيف اجريجيشن هنا، اجريجيشن هنا، دي بوزيتيف. هذه الآن اللي قدامكم؟ اي بي بوزيتيف. ولا تنسوش بارتكل اللي هو ار بي سي وانتي بوديز فحصل ما نسميه بالكلامبنج اللي تشوفوه أمامكم. وهذه قلنا اي بي وهذه اللي زي ما انتم شايفين ايش؟ ما فيش اي اول نيجاتيف يس. ما فيش كلامبينج. طيب هذا الاستخدام الاول. الاستخدام الثاني لو ما عاوزين نعمل ايدنتيفيكيشن للنون اورجانيزم، احنا مثلا معنا شهير مثلا عندنا دائما هذه الايام فتره الفيبريو كوليرا. الفيبريو تنمو على الطبقه وتعطينا يلو كلام. يقول لك ما عاوزين نتاكد هل كل من اليولو هذه هي فعلا حق الفايبريو ولا ما هياش؟ فيروح يجيبوا الكولوني يحطوها على سلايد ويجيبوا انتي بادي سبيسيفيك للفايبريو. لو ارتبط الانتي بادي اذا حيحصل اجريجيشن تقول اذا هذه فعلا فايبريو كوليرا، اذا مسببه لديزيز الكوليرا.
وهيحصل بالانسولين بالاجريجيشن. الامر الثاني العكس انه النون انتيباديز، انا ما فيش معايا انتيباديز، انا معايا الاورجانيزم مثلا زي السالمونيلا. سمعت الديزيز تايفويد فيفر انتريك فيفر انتريك فيفر الانتريك فيفر، احنا عاوزين نشوف، وركزوا معي دي نقطه مهمه، عاوزين نشوف هل المريض عنده انتيباديز اجين السالمونيلا ولا ما عندوش. فالسالمونيلا معلومه، انا عاوز اشوف هل الانتيباديز مش عارف عنده ولا ما عندوش، فنجيب السير المريض ونشوف هل عنده انتيباديز اجين السالمونيلا ولا ما عندوش. فنجيب نعملها بالشكل ده، نعمل تيتريشن تخفيف، والتخفيف ده نعمل تخفيفات. اليس المنطق لو كان عنده هاي اماونت اوف انتيباديز هنخفف الانبوبه الثانيه الثالثه الرابعه، ولان عنده كميه كبيره من الانتيباديز ممكن نوصل للتخفيف الرابع الخامس ولا زال عنده انتيباديز. لكن لو شخص ما عندهش الانتيباديز ممكن نوصل للانبوبه الثانيه التخفيف ما عنديش. فدي من ضمن التيوب نسميها فيدال او فيدال تيست. ودي شكرا حتى تكونوا واضحين معنا اصحابنا. لو احنا نشخص اي واحد عندك انتريفي، هذه نقطه اولى. النقطه الثانيه هذا نون سبيسيفيك تيست. ليش نون سبيسيفيك؟ عشان نشخص تايفويد فيفر او انتريك فيفر بشكل صحيح العينه المدره يستر كالتشر. ليش؟ لانه الانتي بوديز ما تطلعش الا من الاسبوع الثالث، والمريض ذا جاء عنده تايفويد فيفر، يعني جاء عنده فيفر وعنده مصل اكني وعنده تعبان. فلو رحت انا عملت له فيدال تيست حتطلع نيجاتيف. ولذلك التشخيص الاساسي انه نعمل سول كلتشر. بس تعرف ثقافتنا احنا غير، ثقافتنا في شعوب. انا المريض عاوز يروح للدكتور، عاوز على طول يكتب له ذاك الساعه. انا تروح تعمل لي مثلا عادي سنتين وتقول لها اشتي اخلصها ذاك الساعه. ولذلك للاسف احنا دكاترتنا ما يطلبوا مستمعون، يعني يلا اكتب لك ذاك الساعه العلاج. ولذلك ده بقول على البدايه بس نون سبيسيفيك الا اذا طلع تيتريشن عادي من اول مره. تيتريشن عادي من اول مره، هذا واحد ممكن نعتبره سبيسيفيك. نعتبره سبيسيفيك في حاله ثانيه برفع. لو عملت طبعا اكيد برفع لك العينه ناخذها كذا في الاسبوع الثاني دي منطقه، لانه لو عملناها في الاسبوع الاول مش حيطلع. لكن في الاسبوع الثاني ناخذ عينتين، ناخذ العينه الاولى اليوم ما يستخدمش اي انتي بايوتكس، وناخذها افتر 7 دايز. لو حصل رايزنج تتر بتوين العينه الاولى والعينه الثانيه نقول دي دايجنوست. فدي نقطة بالنسبة للتحول من حاجة من سبيسيفيك إلى سبيسيفيك. لكن لا تنسوا الأساس في التايفويد فيفر هي الستور كلتشر. هذا ما نعملش البدال أو الودال إلا في الأسبوع الثاني. طيب الأمر الآخر الاندايركت أو يسموه باسيف أور لاتكس أجلوتينيشن. ما هو وإيش البرنسبلز حقه وإيش الأبلكيشن؟ هنا صادفنا انه معانا انتي جين سوليبل وانتي بودي سوليبل، فبالتالي نيجي نشوف الاجلوتينيشن ما نشوفش. قلت لهم الاثنين سوليبل. فجاه العلماء قالوا الحين كيف نحول واحد نحول واحد طاهر عشان نرجع للاصل حقنا. فقالوا اذا احنا الانتي جين وانتي بودي ماست بي كونفرتد، واحد منهم طبعا ماست بي كونفرتد تو بارتكل عشان يتحول الى فيزبل اجلوتينيشن. هذا الانتي بوديز وهذا الانتي جين كان سوليبل، فحولوا له ماده انف، ماده خامله يسموها لاتكس، ومن هنا سمي اسمه لاتكس اجلوتينيشن. ايش وظيفتها؟ فقط تحوله طاقه، فبالتالي حيحصل فيزبل اجلوتينيشن. نفس الوضع بالعكس، الانتي بودي هنا حملناه باللاتكس والانتي بودي سوليبل، وبرضه حيتحول الى ممكن نشوفه فيزبل اجلوتينيشن. الابلكيشنز حقه، اول ابلكيشنز لما واحد يحصل عنده انفلاميشن، مش هام تروح تشوف السيري اكتف بروتين، مش قلنا دي من الاكوت فيس بروتين اللي تطلع من الليفر. السيري اكتف بروتين سوليبل. طيب في تصوركم احنا نربط السيري، نحول البارتكل السيري اكتف بروتينز ولا نحول الانتي بودي؟ السيري اكتف بروتين يرفع يده؟ ما رفعش يده يا دكتور. طيب اللي يرفع الانتي بودي يرفع يده؟ لا عندي بدي ولا عندي اكتف بروتين. اللوجيك مش المنطق، مش معقول اطلاقا. خلاص نعرف مش بالمنطق. هل ممكن انه كل ما جاء واحد يعمل له عينه اقول له اصبر اروح اربطه في اكتف بروتين حتى؟ لا، المنطق اني اربطه بالانتي بادي واخلي الانتي بادي سبيسيفيك للسيري اكتف بروتين واقول ليبس باللاتكس، بحيث انه كل من يسحب منه عينه الدم على طول احط له الانتي بادي. فاللوجيك السهل اني اربط الانتي بادي، مش من المنطق انه كل ما يا مريض اقول له هات دمعه هنا اربط حقك السيري اكتف بروتين. واضحه؟
تمام. فبالتالي السي الاكتيف بروتيز هنا موجود في السيرم، وبالتالي الانتي بوديز مربوط باللاكت، وبالتالي حنشوف ما نسميه بالاجلوتينيشن، ونقول عليه البلاتكس اجلوتينيشن اذا كان الشخص عنده سي الاكتيف بروتين. طيب الامر الاخر الاستخدام الثاني في الديتكشن للبريجننسي تيست للبريجننت وومن، بتطلع الهرمون الاتش سي جي. طيب هل بربط الانتي بوديز ولا بربط الاتش سي جي؟ فبالتالي نفس الوضع، الـ HCG بتطلع المرأة إذا كانت حامل، معنا specific antibodies مربوطة باللاتكس عشان نشوف visible agglutination. طيب ركزوا معي في الأمر النوع الثالث من agglutination، نسميه anti-globulin agglutination أو نسميه COMS test. COMS test إيش هو تعريفه؟ تعريف COMS test إن إحنا نعمل detection للـ presence of anti-RBCs antibodies. هل في انتي بوديز اجينس الانتيجين حق الار بي سي ولا ما فيش؟ ده ديفينيشن حق الكونتكست. طبعا هنتكلم على الدايركت والاندايركت. قبل ما نتكلم عليهم في الكونتكست دوري حاجه نسميها كومبس ريجنتس. ما هو الكومب ريجنتس؟ مش هذا الهيومن انتي بوديز يروح يحقنوه في انيمالز فحيتكون له انتي بوديز. انتي بوديز حقلناه حيتكون له انتي بوديز. هذا الانتي بوديز اللي نسميه انتي هيومن جلوبولينز هو ما نسميه بالكومبس ريجنتس. اذا هو انتي انتي بوديز، لكن لان احنا حقلنا انتي بوديز حق هيومن فتكون له انتي بوديز في الانيمال فنسميه كومبس تيست او نسميه انتي هيومن جلوبولينز انتي بوديز. طيب ركزوا معي، هذا في الدايركت. في حاجة مهمة كنا شرحناها في الكومبلمنت، قلنا انه الاي جي جي ضروري عشان يحصل له اكتيفيشن يعمل كروس لينك. جاب قالوا في الار بي سيز لما يتكون دحين الام الحامل، الام الحامل لو هي حامل بالجنين الثاني وعندها انتي بوديز بالجنين الاول، مش اي جي جي هي لو حملت بالجنين الثاني وكان بوزيتيف مش حتنزل الانتي بوديز له. الانتي بوديز حيرتبط، حيحصل هيمولايزس، لكن مش حيحصل هيمولايزس بالكومبلمنت، حيحصل هيمولايزس بايش؟ اوبسمايزيشن، حيحصل اوبسمايزيشن وبالتالي بالاي دي سي، وحيحصل ما نسميه باللايسيس ويحصل هيرمتيك ديزيز اوف ميوكارد. هذا الان لما يولد المولود، الان احنا عاوزين نشوف هل عنده ار بي سيز عليها نسميه انكومبليت انتي بوديز، عليها انكومبليت انتي بوديز ولا ما عليهاش؟ فنروح نجيب اللي هو الانتي انتي بوديز. ليش مش عارف استوعبتوها؟ مش اي انتي بوديز هو عباره عن الفا وابسي بورشن. لو ما يطلع له انتي بوديز مش اكيد حيطلع اجينست الفا واجينست الابسي بورشن. فالقصدي الانتي انتي بوديز هنا بالنسبه لي لانه الفا مرتبط فاكيد الانتي انتي بوديز حتكون اجينست الابسي بورشن. يس. فالان هذه اللي هي كومبس ريجنتس اللي هي الانتي جلوبولينز او انتي هيومن جلوبولينز حتروح ما دام مرتبط، هذا مرتبط انكومبليت، حتروح تعمل اجريجيشن لانه ما حصلش كروس لينكد فحتعمل اجريجيشن. اجريجيشن زي نشوفه بال انه حصل كلامبنج بالدايركت كومب تيست. عيب. اذا الدايركت كومب تيست احنا بنشوف البلط، يا تكون هنا مرأة حامل والجنين الثاني اعطته انتي بوديز فولد وعنده هيموناتيك انيميا، عاوزين نتاكد انه اخذ الانتي بوديز من امه، ناخذ الار بي سيز. الار بي سيز عاوزين نكتشف هل عليها انتي بوديز ولا ما عليهاش، فنروح نحط الكومبس ريجنتس. الكومبس ريجنتس حيمسك الاف سي بورشنز حق البروتيوز وحيعمل ما نسميه بالاجريجيشن وحيحصل ما نسميه بالكلامبنج. هذه واحده. شخص ثاني واحد عنده اوتو اميون هيموراتيك انيميا، اي اوتو اميون مش حيكون عنده انتي بوديز اجينست الار بي سيز. احنا عاوزين نعرف هل عنده انتي بوديز اجينست الار بي سيز بالديتكشن باضافه الكومبس ريجنتس اللي هو الانتي انتي بوديز او انتي هيومن انتي بوديز. طبعا اذا ده حيستخدم لامرين، يا نشخص فود دايركت اللي هو اوتو اميون هيموراتيك انيميا، يا شخص بول هيموتيك ديزيز اوف نيو بورن اللي بنسميها اريثروبلاستوزس فيتالس. واضح؟ طيب الاندايركت
من ذلك هنا ما عاوزين سيرم. يعني كيف عاوزين سيرم؟ يعني لها تو ابلكيشنز بس. خلونا نقول الابلكيشنز الاول. الان اكتشفوا الناس الام فصيلتها نيجاتيف، قد معها ولد وحامل بالولد الثاني. عاوزين نتاكد هل قد في عندها انتي بوديز الجينس الار اتش ولا ما عندهاش؟ فنروح ناخذ السيرم. لما ناخذ السيرم عاوزين نشوف هل في هل معها الانتي بوديز هذه ولا ما معهاش. فنروح نجيب ار بي سيز الارش حقها بوزيتيف، وطبعا من نوع الاو. ليش من نوع الاو؟ عشان ما يكونش في اي انتيجين عليها من الارش. جميل. الان بعد كده حنعمل ميكسنج لهم، حيحصل الاتاتشد وما فيش اجريجيشن. هيحصل اتاتشد وما فيش اجريجيشن. هنروح نجيب الريجنس حقنا اللي هو كومبري ايجنس. الكومبري ايجنس لو موجود الاف سي بوشن هيعمل اجريجيشن للكل، فبالتالي حيحصل ما نسميه بالكلامبينج وبالاجلوتينيشن. ما معنى هذا؟ لا ان في انتي بوديز موجوده في السيروم، لكن لو ما كانش في انتي بوديز مش هيحصل. لو ضفنا حتى الانتي انتي بوديز مش هيحصل ما نسميه بالكلامبينج. طيب هذا الابلكيشن الاول. الابلكيشن الثاني لما نعمل كروس ماتشنج، بلاد ترانسفيوجن، ضروري نشوف هل عند الشخص في انتي بوديز ريفورمد انتي بوديز اجينست الار بي سيز اجينست البلاد. فنروح نعملها نعمل كروس ماتشنج نتاكد هل في عنده انتي بوديز. فنروح ناخذ منه من الريسيبيانت سيرم ونشوف هل عنده بطريقه الاندايركت كونتست، ونتاكد هل عنده انتي بوديز بدي جاهزه ولا ما عندوش انتي بوديز جاهزه. ودي حنتكلم عليها كروس ماتشنج كمان في لما نعمل بريفنشن للجرافت ريجكشن للترانسبلانتيشن ان شاء الله. اذا ببساطه الدايركت امبيبو، يعني ما معنى امبيبو؟ انا اخذ الار بي سي وبدي اساسا عاوز اشوف هل مرتبط عليها انتي بودي ولا مش مرتبط. فبالتالي عمليه الارتباط تمت فين؟ داخل. الاندايركت بتكون انفيترو، يعني انا اخذت بس السيرم ومش مرتبط، واشوف انفيترو هل حيرتبط بالار بي سيز ولا لا. اكيد هنا عاوز بلط معه انتي كوغلانت عشان اشوف العمليه دي. اكيد هنا عاوز السيرم بالنسبه للاندايركت. طيب في فحص كمان في الاجلوتينيشن سهل اسمه هيم اجلوتينيشن، اكيد اخذتوه. ما معنى هيم اجلوتينيشن؟ انه قدره الصمت فايروسز تو هيم اجلوتينيز، تجمع ار بي سيز وتعمل هيم اجلوتينيشن. هذه ار بي سيز وهذا فيروس. هذه ار بي سيز هذا فيروس. بعض الفيروسز عندها القدره انها تعمل اجريجيشن للار بي سيز. هذا اللي هيحصل، انه الفيروس ده يعمل هيم اجلوتينيشن، ودي مهمه جدا في تشخيص سام فيروسز. حصل ما نسميه بالهيم اجلوتينيشن، بمعنى اخر الفيروس عنده قدره انه يعمل كلامبينج للار بي سيز. طيب تعالوا نشوف العكس، هيم اجلوتينيشن انهبيشن تيست. هنا عاوزين نعمل هل في ديتكشن للانتي بوديز اللي هو انتي فايرال انتي بوديز ان ذا سيرم. كيف يعني؟ هذا الانتي بوديز حق السيرم، شوفوا هذه الار بي سيز وهذا الفيروس. الفكره ايش؟ انا الان شاف بفيروس معين، فهروح احط في التيشو ميديا انتي بوديز للسبيسيفيك فيروس اللي انا شاكك فيه اللي هو يعمل هيم اجلوتيميشن. تمام، هذا الان الانتي بوديز. واذا فعلا الانتي بوديز اللي انا ضفتها سبيسيفيك لهذا الفيروس هترتبط بالفيروس، وبالتالي مش هيحصل هيم اجلوتيميشن. سميناه هيم اجلوتيميشن انهبيشن تيست، ومن هنا عملت كونفرميشن انه فعلا انا شكي كان بمحله. الانتي بوديز دي هي سبيسيفيك لهذا الفيروس، فبالتالي ما حصلش اجلوتينيشن وسميناه هيم اجلوتينيشن انهبيشن تيست. توكسين انتي توكسين نيترولايزيشن سهله جدا. دي نعملها انتي ستريبتوكوكال او عشان نشخص البوست يا بوست ستريبتوكوكال انفكشن اللي هي روماتيك فيبر. سؤال لكم، ايش معنى الطفل ينصاب بستريب مايلجينيز يجيله روماتيك فيبر، وطفل اخر ينصاب بستريب مايلجينيز ما يحصلوش روماتيك فيبر؟ واحد اجينيتك بريدسبوزيشن،
طيب احنا نسميها سترين اللي تعمل روماتيك فيبر نسميها ريماتوجينيك سترين. ما معنى ريماتوجينيك سترين؟ ان عليها ام بروتين، الام بروتين ده شيرنج بنفس الانتيجين اللي موجود في المصل للغاز، فبالتالي الطفل ده اللي انصاب بالروماتيك فيبر كان حظه سيء، اصيب بريماتوجينيك سترين لها شيرنج في البروتين في المصل هذا، بينما الطفل الاخر اصيب بسترينز، السترينز دي ما لهاش الشيرنج في هذا الانبروتين. طيب احنا عشان نشخص شخص عنده روماتيك فيفر نعمل انت ستريبتولاسينو. كيف نعمل انت ستريبتولاسينو؟ كيف الآلية عمل الانت ستريبتولايسين او؟ الآلية كالآتي، نروح نجيب تيوبس انابيب ونحط في كل انبوبه ستريبتولايسين او في البوتوم لهذه الانابيب، نحط في كل واحده ستريبتولايسين او ستريبتولايسين او، بعدين نجيب سيرم المريض. اكيد المريض لو كان عنده اجسام مضاده للستريبتولايسين او حتى لو عملنا تخفيف حيظل ممكن نوصل الى الانبوبه رقم 5 أو 6 ولا زال هناك عنده اجسام مضاده. فاحنا نعمل تخفيف ونحط هذا التخفيف على 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 هذه في الانابيب هذه. اكيد لو في انتي بوديز او في جسم مضاد حيعمل كفر للستريبتولايسين او. بعد كذا نروح نحط ار بي سيز، فبالتاكيد اي ار بي سيز الانتي بوديز عامل كفر او مغطي ستريبتولايسين او مش حيحصل لايسس. لين تختفي الانتيبوديز او تختفي الاجسام المضاده هيعمل لايسس، فنحن نقرا التيوب اللي ما حصلش اخر تيوب ما حصلش فيها لايسس، فمعنى هذا هو التتريشن لهذا المريض. الان لو شفتوا هنا شايفين هذه اللي حصل فيها هيمولايسس صح؟ اذا التتر هذا اللي قبله نقول هذا اللي ما حصلش فيها هيمولايسس. فدي فقط طبعا من الاشياء المهمه جدا ضروري نعمل تتريشن بالنسبه للستريبتولايسين او عشان نشوف كم كميه الانتي بوديز اللي موجوده عند الشخص ذا، هل عنده الانتي ستريبتولايسين او مرتفع بشكل كبير او غير كبير. فدي يقول عليها عمل التوكسين والانتي توكسين نيوتراليزيشن. في تيست سمبل اسمه اليزا. الاليزا هي اختصار كلمه انزيم لينكد اميونوسوربنت اسي. هذا التست يعتمد على الكونجيجيشن اوف ان انزيم، سواء هذا الكونجيجيشن كان للانتيجين او للانتيبوديز الجسم المضاد. تعالوا نشوف لما نعمل ديتكشن للانتيجين كيف نعملها. اول امر يجيبوا سبيسيفيك انتيبوديز لهذا الانتيجين اللي انا عاوز اعمل له ديتكشن وتكون جاهزه من المانيفاكتشرنج كومباني على الويلز. انتيبوديز جاهزه، وذاك قلنا سبيسيفيك انتيبوديز كوتد في الويلز ده للديزيز اللي انا عاوز اعمل له تشخيص. بعد كده اعمل ووشنج لو في اي مخلفات تروح بالووشنج. بعد كده نروح نحط السامبل عشان ادور ايش؟ انتيجين. تمام. لما احط الان السامبل لو افترضنا الانتيجين موجود مش الانتيجين حيرتبط بالانتي بوديز لانه سبيسيفيك لو. كمان حنعمل ووشنج لاي حاجه ما ارتبطتش تغادر. بعد كده نروح نحط سبيسيفيك انتي بوديز للانتيجين مرتبط اور ليبل بانزيمز، ولذلك بالعموم يسموها ساندوتش لانه انتي بوديز من تحت وانتي بوديز من فوق، بس الانتي بوديز من فوق معه صفتين، صفه انه سبيسيفيك لهذا الانتيجين ومربوط بايش؟ بانزيم. جميل. وبعدين نعمل ووشنج علشان اي حاجه ما ارتبطتش تمشي. بعد كده نحط السبستريت، اي انزيم اللي زي على اكوردنج الانزيم الموجود نحط السبستريت المناسبه. مش السبستريت دي حيحصل تشينج في الكلام صح ولا لا؟ اذا كان الارتباط موجود، اذا ما كانش الارتباط موجود ما فيش انزيم اساسا. فبالتالي كل فكره الايزا نقيس بالسبكتروفيتومترز كم ميجر الكلام الموجود وفي كات اوف فاليو. بعد النمبرنج للكات اوف فاليو دي نقول بوزيتيف واقل من النمبر ذا للكات اوف فاليو نقول نيجاتيف. اذا الفكره او البرنسبل او الكونسبت للايزا انها تعمل كلام ميجرمنت تقيس الكلام ده وما يمكنش ينقاس. تخيل لو في هذه العينه ما كانش فيها انتيجين، الشخص ما عندوش انتيجين، انتي بوديز وحده. لو حطيت كمان الانتي بوديز السبيسيفيك للانتيجين وما حصلش الانتيجين مش حيرتبط معاه، فلما اعمل روشن حيروح
لو ما عملت سبستريت مش هتحصل الديزاين، فبالتالي مش هيحصل تشينج في الكلام. وبعدها القصه زي ما قلنا بالسبكتروفيتوميترز، اذا كل البرنسبل او الكونسبت اللي لازم تقيس التشينج اوف كلام. اذا ساندويتش إلايزا كالاتي، انتي بوديز قضيه جاهزه من بلد المنشا، السبيسيفيك انتيجين اللي عاوزين احنا نشخصه. نحط الانتيجين، لو كان موجود حيرتبط، صح؟ هنعمل طبعا واشنج بكل خطوه. بعدين نحط انتي بوديز سبيسيفيك للانتيجين ومربوط بايش؟ انزايمز. ونعمل واشز. لو بعدين نحط السبستريت حيحصل تشينج في الكراب، نقيس حجم التشينج في الكراب في السبكتروفيتومترز، وهذا هو كونسبت الإلايزا. طيب ديتكشن اوف انتي بوديز بالاندايركت إلايزا. الان انا عاوز اشخص انتي بوديز. كويس؟ يعني عاوز اشوف هل انتي بوديز لديزيز معين موجود ولا مش موجود؟ يعني ابحث عن ايش؟ عن انتي بوديز. اذا الانتي قد جاهز ريدي يعني. فعلى طول ذا حاعمل ووشنج، وبالتالي حضيف البيشنت سيروم، سيروم حق البيشنت حضيفه. لو في انتي بوديز حيرتبط ولا لا؟ حيرتبط. حاعمل ووشنج عشان اي حاجه ما ارتبطتش تروح. بعد كده حروح اعمل انتي بوديز او انتي هيومن انتي بوديز، حيرتبط بالاف 3 بورشن اللي ارتبط، وهذا مربوط كمان بانزايمز، وذلك مهم هنا يسموه اندايركت. اذا ارتبط اذا كان الانتي بوديز ارتبط بالانتيجين، فالانتي بوديز اللي ضفته حيرتبط به، فبالتالي حيكون الان معايا الانزيم موجود فوق. هعمل واشنج وحضيف السبستريت وحيحصل تشينج في الكارب، وقيس التشينج في الكارب بالسبكترو ديتوميترز. اذا نعيدها، انتيجين موجود معروف على الويلز، هعمل واشنج حضيف العينه، لو الانتي بوديز موجوده حترتبط بالانتيجين. هعمل ووشنج حضيف انتي هيومن انتي بوديز حترتبط بالاف سي بورشن. هعمل ووشنج حضيف السبستريت للسبيسيفيك الانزيم المربوط، حيحصل تشينج في الكلر، اقيس التشينج بالكلر. شوفوا لو سمحتوا بالانيميشنز دي، هذه الانتيجين مثلا اضطروا من اتش اي في، الان الانتي بوديز حق السيروم البيشنت. إذا كان عنده سبيسيفيك انتي بوديز حترتبط. سبيسيفيك انتي بوديز اللي حتبقى انتي جين، هي ارتبطت. البقية دي حتروح بالواشنج. حتروح بالواشنج. الآن حنضيف انتي بوديز حيرتبط بالاف سي بورشن مربوط بايش؟ انزيم. فضفناه. حيرتبط بالاف سي بورشن وكمان عليه انزيم. الآن بعد الارتباط حنعمل واشنج عشان نزيل أي حاجة. وحنضيف ليش؟ سبستريت. السبستريت دي حتيجي الانزيم، ركزوا على الـ على الـ على الولز ده كيف حيحصل تشينج في الكلر. ارتبطوا بالار، شوفوا كيف حيحصل تشينج في الكلر. انا ما حصلش. حيحصل تشينج في الكلر، نتيجة التشينج في الكلر. نتيجة تشينج في الكلر. ده بالنسبة للإلايزا. طيب جابوا لنا تقنية أحدث من الإلايزا. يسموها كده الكترو كيموليمنسس تكنيكس. الكترو معناها من الكتريك ستيموليشن، والكيمو معناها من كيميكال، واليومنسس معناها من البرودكشن لاين اليومنسس. طيب ركزوا معي، سهله جدا. ركزوا معي، انا عاوز عبر مثلا عاوز اعمل ديتكشن لانتيجي. اجاوب على سؤالك، هعمل ديتكشن لانتيجي، يروح يجيبوا انتي بودي سبيسيفيك بس ليبل بماده اسمها ريثينيوم. هذه الانتي بودي المربوط بالريثينيوم سبيسيفيك لهذا الانتي اللي ادور عليه. قولوا تمام. تمام. وكمان اروح اجيب انتي بوديز ثاني مربوط بماده اسمه بايوتين. انا من هنا ليش استخدمت انتي بودي وانتي بودي؟ حتى اضمن ان الانتيجين الموجود اثنين انتي بودي ارتبطوا به، واحد مربوط بحاجه وواحد مربوط بحاجتها. هنا مربوط بالبايوتين. البايوتين ذا لو هاي افينيتي ماده اسمها سريبت ابيدين. يجيبوا ماجنتيك بيدز. ايش معنى ماجنتيك بيدز؟ مغرفات وعليها السريبت ابيدين. الان الماجنتيك بيدز وعليها سريبت ابيدين، مش سريبت ابيدين هاي افينيتي انه يرتبط البايوتين به،
البايوتين معه انتي بادي سبيسيفيك للانتيجين اللي ادور عليه. خلاص ارتبط مثلا، هنقول ارتبط وهنجيب حاله سليمه ما ارتبطش. الانتيجين ده بيرتبط كمان عليه انتي بادي مربوط بالريتينيوم. الريتينيوم له ميزه مهمه جدا، انه لو ما يتعرض الكترون يعطي الضوء، هذا اللي يقولنا برودكشن اوف لايت. واحنا كل ما في الضوء نقيس البرودكشن اوف لايت، كيف هيحصل الموضوع ده؟ نربط ضوء طبعا الماده اللي بتطلع الالكترون اسمها التراي بروبايل امين، تراي بروبايل امين هي اللي بتطلع الالكترون، كيف بتطلعه؟ لما نربط بالتيار الكهربائي حتبدا طبعا احنا نعمل ووشنج، نعمل ووشنج عشان اي انتي باديز ما ارتبطش يحصل له ريموفي. الماده دي اللي هي تي بي اي بعد ما نربط التيار الكهربائي حتطلع الكترون، لما تطلع الكترون حيروح ياثر على من؟ الريتينيوم. لما يروح ياثر على الريتينيوم يبدا الريتينيوم يعطي لايت، الجهاز يقيس اللايت. طيب حقول ايش الفرق بينهم؟ تعالوا بس نشوف النقطه الثانيه، ما فيش انتيجين. انا ادور على انتيجين ما حصلتش، ما فيش انتيجين، ومعايا ريتينيوم سبيسيفيك لهذا الانتيجين، انتي بادي منتصف بالريتينيوم سبيسيفيك لهذا الانتيجين، ومعايا انتي باديز منتصف بالبايوتين لهذا الانتيجين، وكمان معانا الميجنتيك بيتس والسكريبت ار بي دي، لكن ما فيش. مش احنا قلنا نعمل ووشنج؟ حنعمل ووشنج حيروح كل شيء. لو ما ربط التيار الكهربائي الماده تي بي اي اللي بتطلع الالكترون طلع بس ما حصلتش الريتينيوم، وبالتالي ما فيش لايت. جميل، هذا فكره الالكترو كيمو ليمونينسيس تكنيكس. هذا واحد الجهاز اللي تقيسه 55000 درهم عشان نعمل هذا. طيب ما الفرق بين الرايزا؟ ما الفرق بين الرايزا والكيمو الالكترو ليمونينسيس؟ غير اساسي طبعا. بالبرنسبل هذه تقيس اي شيء رايزا؟ حجم الكلام هذا تقيس حجم الرايزا، تمام. الامر الاخر مهم جدا انه الرايزا قدرتها على القياس تصل الى نانو، نانو 10 اس كم؟ 9 اس، وهذه الى البيكو 10 اس ناقص 15. فبالتالي الحفوة سبيسيفيك والسنسيتيف بالنسبه للالكتروكيمو ليمينسيس عاليه. قبل الاخيره النيورو فلورسنت تكنيك سهل نفس اللايزا بس هنعيده كفلورسنت. طيب انت درستوا في السيفلس بكتيريا تعمل اسمها تريبانيما بليدم، صح؟ طيب الان لو جينا اي انواع اورجانيزم مثلا عليها الانتيجين، نروح نجيب انتي بادي سبيسيفيك لهذا الاورجانيزم بس مربوط الانتي بادي ذا بالفلورسنت داي، فهذا الانتيجين وهذا الفلورسنت داي اذا حصل انه ارتبط حنروح نشوفها تحت الفلورسنت ميكروسكوب حنشوف اللايت جرين. او شوفوا الان امامكم هذه الايبيتوبز اللي مثلا الانون نفترض هذه اللي بالليد ولا غيرها، ودي الانتي بادي لو موجود الاورجانيزم هذه الانتي بادي حترتبط، صح؟ ارتباطها على طول نقول ما حصل البايندينج، وبالتالي نشوفها بالالكترون مايكروسكوب نشوف اللايت جرين. طيب الاندايركت فيري سمبل زي الرايزا بالضبط، مع الفارق ان احنا بدل ما نربط بالانتي باديز بالانزيم نربطه بالفلورسنت. شوفوا كيف حتم، هذا الانتيجين معروف، انتيجين معروف. نروح نشوف في السيرم هل في انتي باديز ولا ما فيش انتي باديز، ناخذ سيرة المريض ونحطه على الانسجين. لو كان موجود حيرتبط، نحط عليه انتي هيومن انتي باديز مربوط بايش؟ فلورسنت. وخلاص نشوف بعدين الفلورسنت داي كجرين كلام نشوفها تحت الفلورسنت ميكروسكوب. ونفس الاليزا بس هنا الليبل بالفلورسنت وليس بالانزيم. تعالوا بس شوفوها كمان انيميشن دي انتيجين. عاوزين نشوف السيرم لها. نحط البيشنت السيرم، لو موجود الانتيجين حيرتبط، بعد كده نعمل ووشن زي ما قلنا، وبعد كده نروح نحط انتي انتي باديز او انتي هيومن جلوبلينز انتي باديز حيرتبط بالابسي بورشن، وبعد الارتباط ده نعمل كمان ووشن ونروح نشوف تحت الفلورز الميكروسكوب هل في معنى الجرين كلر ولا لا. اخر شيء كومبرمنت ما يستخدمش فيكسيشن، لكن البرنسبل حقه سهله تماما، يستخدم عشان نعمل ديتكشن للانتي باديز. ركزوا معي هنا، هذا بيشنت سيرم
وهذا ما فيش سيرم وثاوس انتي بوديز. نروح نحط الانتيجين. فالانتيجين مش هنا لانه في انتي بوديز حيرتبط الانتيجين. جميل، هنا الانتيجين مش حيرتبط لانه ما فيش انتي بوديز. بعدين نحط الكومبلمنت. الكومبلمنت اللي هنا مش هتستهلك صح؟ لانه موجود انتي بودي انتي رياكشن. هنا الانتي الكومبلمنت مش هتستهلك. طيب الان نحط ار بي سيز كانديكيتورز، ار بي سيز وعليها انتي بوديز، عليها مربوط. هنا حيحصل لها لايسس ولا مش حيحصل لايسس؟ ليش مش حيحصل لايسس هنا؟ برافو، الكومبلمنت سولكت. فبالتالي لما نحط الار بي سيز حطيناها الان مع الانتي بوديز، هنا مش حيحصل لايسس وهنا لايسس. فاذا حدوث اللايسس نيجاتيف ريزلتس، لكن عدم حدوث اللايسس هو البوزيتيف ريزلتس. واضحه؟ فقط انه بعد قلت استخدامها قليل الان مع وجود التقنيات الجديده. نفس الوضع اللي قلناه، هنا الانتيجين ونحط الكومبلمنت هيحصل اكتيفيشن، ونحط الار بي سي بالانديكيتورز حقها بالانتي بوديز، وبعدين هنا هيحصل لايسس. شايفين كيف حصل اللايسس؟ ما فيش انتيجين، بينما هنا ما حصلش اللايسس. طيب ركزوا معي في الاختبار في الكومبلمنت. هنا حنبدا هنا مايكروسكوب كومبلمنت فيكسيشن تيست. في اي سيرولوجيكال تيست تستخدم مايكروسكوب؟ كومبلمنت فيكسيشن تيست، لاتكس اجلوتريشن، فلوريسنت انتي بادي تيست، الايزا تيست. اذا فلوريسنت انتي بادي تيست. طيب فلوريسنت انتي بادي تيست ديتكتس ذا بريزنس اوف فلوريسنت انتي بوديز سبيسيفيك انتيجين. انا كنت خش سبيسيفيك انتي بوديز تحرق كومبلمنت. دحين جاوبت على حاجه ولا ما جاوبتوش؟ السيرولوجيكال تيست يوزنج ان انتي بوديز اجينست انتي بوديز دايركت فلوريسنت انتي بودي تيست. لا لا لا، دايركت فلوريسنت انتي بودي تيست. كومبلمنت فيكسيشن passive latex اكيد الاندايركت. A test which detects the lysis of RPC cells. Direct fluorescent. Indirect. Complement fixation. الباسف اكيد الكومبلمنت فيكسيشن. The positive result of the presence antibodies in ELISA. Absence of color. Positive result. انتو قلنا حوالي. The positive result for the presence of antibodies in ELISA test is absence of color. Lysis of RBCs. Agglutination of cells. Appearance of color. أخيراً جاءت أخيراً. All of the following is about direct comp test. ركزوا معي. It detects autoimmune hemolytic anemia. جميل. لا رفعوا رفعوا ثلاث مرات يشككوا في ال detects hemolytic disease of newborn. Binds the IgG with RBCs in vivo. ال RBCs ترتبط في الفيفو. طيب البقية ايش رايهم؟ need blood with anticoagulants عشان نعمل لها التشخيص. مالكم ما تربيوش يا All of the following is about indirect comp test. It detects performed antibodies before transfusion. اضحكوا عليهم هم زيهم. It detects anti-RH in mother. Antibodies free. Need serum sample. قول لهم صح. شكرا جزيلا لكم واعتذر عن الإطالة. شكرا جزيلا لكم.